يعني انه الرجل لا يصوم ولا يصلي، لكن هو من الناحية الشرعية يطلب واضح بعد واضح، التراويح، نعم يطلب واضح، الجماع، وقال هي نعم. ترفض، يمكن للأسباب انه انت ما بتصلي ربما ما بتصوم لهذا بدها السبب يعني، تعاقبه. يعني بارك الله هل فيها يعني، هي يحق لها من الناحية لا الشرعية؟ هو لا هذا من حقه، لكن نقول لهذا الإنسان يعني عليك أن تطيع الله سبحانه وتعالى يعني، فكما أنت تريد أن تقضي حاجاتك الحقيقة البهائمية أو الغرائزية، عليك أن تقضي أيضا هذه العبادات وهذه الطاعات لله سبحانه وتعالى، هي أولى حقيقة، لكن هذا من حقه، ولا يجوز لهذه المرأة أو لا يحق لها أن تمنعه هذا الحق، خاصة في الوقت المباح وهو الليل. نعم. طيب، الصدق. في سؤال عن حكم المرأة التي تتسوق حتى الساعة الثالثة. يعني المرأة أولا يجب أن تخرج برأي زوجها من بيتها يعني الأصل، فإذا كانت خرجت برأي زوجها وإذنه فلا مانع من ذلك. يعني هو سؤال، اللي مرته ما بتعملوش سحور شو يعمل فيها سمعت شيخ؟ والله هي الأصل يعني الزوجة أن تكون في طاعة زوجها وفي رضا زوجها، خاصة السحور هو يعني وهذا موجود تعاون من على السنة. عبادة يعني، هي نعم حينما عبادة. فعلى المرأة أن تتعاون مع زوجها ومع أسرتها بأن تحضر لهم هذا السحور، وتتشارك الأسرة في هذا، ولها إن شاء الله أجر إحياء السنة، ولها أيضا أجر طاعة الزوج.